جديد، اهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام. لسه بنجدد التحيه ولسه بينضم لينا شباب من الشباب المبدع من سينما مصر او عرض سينما مصر، الاستاذ خالد جلال. خلوني ارحب بمها حمدي ومحمود الفرماوي، اهلا بيكم منورين الدنيا. قبل ما اجي لكم عايزه اسال استاذ خالد، ايه دايما النصيحه اللي الدفعه بتخرج من مع حضرتك او بتكون حريص توصل لهم رساله، بتكون حريص توصل او تخليهم يمشوا هم معاهم حاجه، ايه النقطه؟ هم بيشتغلوا هنا لمدة سنة مثلا. الدفعة بتاعته كانت سنة ونص كمان، عمل يومي ما فيهوش اجازات، ما فيش ولا يوم اجازة. بيشتغلوا يوميا حوالي ما بين 8 لـ10 ساعات على الشغل ده. انا متصور ان الصلابة اللي بيكتسبوها من التدريب ده بتخرجهم قادرين ان هم يشتغلوا في اي مكان. ما فيش حد يقدر على حد متخرج من هنا في اي لوكيشن في مصر، لان هم خارجين خشنين. اتعرضوا لكل انواع الضغط الفني داخل المكان. انا بشتغل معاهم يعني بقسوة تدريب شديدة، ودايما بقول لهم انا مش مهتم خالص على الاطلاق انك تحبني طول ما انت بتدرس، لانه طول ما انت قاعد لما بتشوف ابوك بيقول لك ما تشربش كذا وما تنزلش كذا ولازم ترجع الساعة كذا وتعمل كذا، طول الوقت انت بتتصور انه ده حد بيقهرك يعني بيمنعك انك تعمل كده. لكن في الاخر لما بتطلع راجل صالح وتشوف غيرك اللي كانوا متسابين في الشارع عندهم حاله مش مظبوطه، بتعرف قيمه ابوك ده. فانا ما بهتمش خالص بقى نهائيا. القسوه قسوه والتوقيت توقيت والصرامه في التدريب صرامه في التدريب، وما فيش كلمه بتزيد، ولو كلمه زادت بتبقى ليله مش يعني العرض ده لو حضرتك اتفرجت عليه النهارده وجيتي كمان شهر هتلاقيه هو بالملي. قهوه ساده دي بالعفاريت اللي كانوا جواها دي محمد فراج ومحمد سلام وحسام دغري، دول ده محمد ثروت ده صعب السيطره عليه، ده مستحيل حد يسيطر عليه. ازاي تعرف تخلي مثلا محمد ثروت ده يعرض 365 ليله عرض بيقول نفس الكلام؟ فهو ده خرجهم عندهم القدره دي. فانا دايما اقول لهم الخشونه في التدريب، انا دايما في بحكي حكايه كده ان انا اول ما كنت مخلص الجامعه ودخلت الجيش وانا رايح معسكر التدريب مركز التدريب، دخلت المركز كده لقيت حيطه كبيره كده مكتوب عليها جمله، الجمله دي بقت السلوجن بتاعي طول عمري، اللي هو العرق عند التدريب يوفر الدم عند المعركه. بس فهي دي بقى، العرق عند التدريب يوفر الدم عند المعركة. اشتغل وتعب وذاكر وتفاصيل وبتاع، مفيش حاجة اسمها غلط، لأن الغلط ده مش مسموح. الغلط ده مش مسموح داخل هذا المكان. اللي بيتربى على ده لما بيطلع بره ويصطدم بقى بالماركت الحقيقي في الخارج، لو ما عندوش الصلابة دي، لو هو متعلم زي أي حد متعلم بطريقة تانية بيعاني كتير. هما ما بيعانوش بره. ما تلاقيش طالب من عندي ابدا بيعاني بره في ده حقيقي. نجوم لحضرتك صنعت لنا نجوم يعني. محمود قولي انت اصلا بتدرس ايه؟ انا خريج حقوق عين شمس. اشتغلت مسرح في كليه حقوق من سنه 2003. بس طبعا كان حلمي الوحيد ان انا اجي المكان ده. من بدايه الورشه الاولانيه خالص عرض ايامنا الحلوه باجي اتفرج كل عرض بحضره 8 9 10 مرات فعلا؟ طبعا طبعا. وكان حلم حياتي ان انا ابقى طالب في المكان هنا، والحمد لله. طبعا انا فهمت من استاذ خالد من الكلام ان انتوا كنتوا بتحضروا مع بعض السينما مصر، يعني كان ايه الشخصيه اللي تعملها ايه اللي ما تعملهاش، وفي الاخر طلعتوا بالفكره دي وحضرتوا شخصياتكم. انت قول لي، احكي لي بقى الخط سيرك، يعني كنت ايه اللي كان بعيد عنك وايه اللي كان قريب منك وايه اللي اقنعت استاذ خالد ان انت تعمله وعملته فعلا؟ بصي، انا عملت الاول كنت عايز اعمل تراجيدي، مش عارف ليه يعني كانت طالبه معايا جدا تراجيدي، فعملت يحيى الفخراني في فيلم الكيف. يعني هي كانت بعيده عني شويه في فكره ان انا مش ماسك الكاركتر قوي. عملت كذا مشهد، بس اللي علق مع استاذ خالد الحمد لله يعني مشهد مطارده غراميه. هو الأحمد ماهر تيخة ده خطير يعني مش قادر أقول لحضرتك يعني طبعا خطير. ربنا يخليك. فاشتغلنا على المشهد ده، واشتغلت مع لومي اللي هي سلمى خطاب. الحمد لله يعني عم حاولنا نعمل اللي قدرنا عليه. أستاذ خالد طبعا
ملحوظاته لينا قدرنا نوصل للي احنا عملناه الحمد لله. مها انت محمود زملاء في الجامعه اصلا؟ احنا كنا عاملين عرض مع بعض اصلا، الاستاذ خالد شافنا فيه وقال لنا يعني ان هو ممكن يقبل ان يدخلنا الورشه. ده كان احلى يوم في حياتي تقريبا. يعني والدتي اصلا كانت حاضره العرض اليوم ده، واستاذ خالد كلمها ان قال لها لا سيبيها تمثل وكده. ده كان يعني تيرنينج بوينت في حياتي اصلا اليوم ده. انت كنت حقوق؟ انا دكتوره اصلا. دكتوره عيون. دكتوره عيون شغاله. ده اللي يشوفك على المسرح ماما وانت ما شاء الله ما توقفش يعني. بس كنتوا بتعملوا عرض في عين شمس؟ يعني انا التمثيل بالنسبه لي كان هوايه جنب شغلي يعني، بس من يوم ما استاذ خالد وافق ان انا ابقى في الورشه بقت نظرتي حاجه تانية خالص للموضوع يعني. قولي لي يعني انا اللي خدت بالي الكاركترز اللي عملتيها شويه مرحه كوميدي لذيذه، انت كنت داخله يعني بالشخصيات دي يعني كنت توري استاذ خالد انا عايزه اعمل كوميدي انا؟ انا فاكره لما استاذ خالد قال لنا اول استاذ خالد ده ما خفيف. لا لما استاذ خالد قال لنا نعمل حاجه بعيده عننا في الاول خالص فانا قلت له ان انا عامله رقاصه. برافو عليك. لانها خجوله جدا جدا يعني اي كلمه اطراء كانت لو شحمر و فقالت لي انا عايز اعمل حاجه مش شبهي خالص. قلت لها ايه؟ قالت لي رقصه. يا نهار والله ما زعلت الجراءه دي يعني، وصلت للجراءه دي ان انا عايز اعمل حاجه ثانيه. وبعدين يعني كنت عايزه اعملها من سكه تراجيدي اصلا وبتاع، المشهد قلب كوميدي خالص طبعا. انا شخصيا ضحكت فما حاولتش بقى يعني اجرب تاني في التراجيدي يعني. الكوميدي بصراحه انا بتبسط فيه جدا يعني. الحقيقة اللي يشوفك على المسرح يشوف ده مع انه ملامحك كيوت ولذيذ تحس هي تطلع حبيبه كده يا استاذ غالي، بس هي ما طلعتش خالص يعني. هي كوميديانه قويه جدا، عندها قدره كبيره. يعني اول ما بتتكلم الناس بتبتسم، هي عندها كمان طريقه في كلامها، عندها طريقه في حركات ايديها، عندها طريقه في شكلها بتخلي الناس تتفاعل معاها جدا. انا عايز اسال عليك يا استاذ خالد، ازاي بتشوف ده؟ ازاي بتشوف الحلو في كل واحد حتى لو هو مقتنع بحاجه تانية؟ يعني في من ضيوفنا واللي ابدعوا النهارده في سينما مصر اصل انا كنت عايز اعمل كده بس استاذ خالد قال لي لا انت تعملي كده. بتشوف ده ازاي؟ بقعد ادور. انا عندي مع كل دفعه 5 شهور في الاول كده تدريبات بعيدا عن اللي احنا هنعمله نهائيا. وكلام نقعد نتكلم مع بعض، نتكلم عن كل حاجه، عن احلامهم وطموحاتهم ومصولهم والقدوة وبيخافوا من ايه واكتر حاجة نفسهم يعملوها ايه واكتر حاجة خايفين منها ايه. يعني بفضل اتكلم معاه، ودايما افضل ورا الممثل احوم حواليه كده لغاية ما اوصل للثانية الجميلة اللي فيه. دايما في كل ما اطلع في اي مكان دايما اقول لهم انا عندي نظرية بتقول انه ما فيش حد في الكون من اجمل واحد لاقبح واحد ما عندوش ثانية بيبقى فيها اجمل واحد في الكون. في دقيقة دي لو لقيتها خلاص تروح حاطط الدقيقة دي وتروح جايب الدقيقة بتاعت الراجل ده حاططها جنبه، الدقيقة بتاعت الراجل ده حاططها جنبه، الدقيقة بتاعت الراجل ده، يبقوا مبهرين، بيبقوا بيلمعوا. فبقعد ادور على الحكاية دي. نور قادري مثلا في الدفعة بتاعت بعد الليل فضلت قاعدة سنة تعمل مشاهد اقول لها لا، تعمل مشاهد اقول لها لا، وهي رقيقة وشكلها جميل وعاملة كده. وبعدين جيت في يوم قلت لها هو انت متخرجة من ايه؟ قالت لي ده بعد سنة. قالت لي انا متخرجه من تربيه موسيقيه. قلت لها قسم ايه؟ قالت لي طبله. قلت لها طبله ايه؟ طبله ازاي؟ قالت لي طبله. قلت لها طبله ايه؟ طبله. قالت لي هاتولها طبله. اول ما مسكت الطبله وحطت ركبتها على البتاع كده وحطت الطبله وعايزه، قلت لهم بس هو ده هو اللي انا مش، لانه الكونتراست ما بين شكلها وطريقتها وهي بتعزف. طريقتها وهي بتعزف كانها عازف ايقاع محترف جدا بالطريقه، وازاي بتخبط على الطبله بطريقه معينه. فقلت لها لا 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 سيبي بقى، ارمي كل اللي انت عملتيه قبل كده، انا عايز ده. وفعلا كان اول مشهد ليها في عرض بعد الليل محمد عز بيطلع في كابوس فظيع جدا 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 جدا، وتروح هي طالعه في الاخر ماسكه طبله، وعارفه الناس تروح مسقفه ان البنت الجميله الرقيقه اللي عينيها خضراء اللي طالعه من ورا دي راحت رافعه طبله كده وراحت عزف عليها. بقعد ادور عليهم بقى كده. بدور على الدقيقه دي. الدقيقه دي انا لقيتها عند نور قادري بعد سنه. ولو هي ما كانش عندها الثبات انها تفضل قاعده جوه المكان كانت زهقت ومشيت. صحيح. من غير ما نلاقي الدقيقه دي. صحيح. ما انت عملتي كاركترز حلوه ولذيذه ومضحكه والمسرح كله كان ها يعني ما شاء الله ربنا يزيدكم. في اضواء المدينه
الستات ما يعرفوش يكذبوا. ايوه احكي لي بقى. يا الستات ما يعرفوش يكذبوا ده انا بعمل فيها دور جمالات زايد. انا اخترت المشهد كان عاجبني ان الكاركتر بتتكلم بسرعه جدا في المشهد فانا اول ما وريته الاستاذ خالد كنت بتلخبط اصلا وكده وهو قال لي لو ذاكرتي السرعه بتاعتها المشهد هيظبط وهيبقى حلو. ففضلت يعني احنا كلنا بصراحه اي حد هتلاقيه ماشي بمشهده في الاوبرا كله ماشي بالهيدفون. يعني اهم حاجه المذاكره الكتير للصوت. يعني بنبتدي بالصوت واول ما بنجيب الصوت بقى الدنيا بتظبط. طب انا بحاول ان انا ما اغشش حضراتكم المسرحيه بس مش قادره فخلي مها بليز نبذه نبذه للناس في العيد عيدي على الناس. ممكن نقول جمله بس عشان ما نحرقش المشهد كله؟ لا احرقيه عادي يا استاذ غالي. انا موافق. ماشي. لك الهنا والمنى والتعديل والتفريح يا ست هان. قاعد عن نفس عدوك الهم والغم والكابوس اللي طفحوا الدم. ازاي الصحه اللي هيجعل دخلتي عليكم هديه ومهديه وناديه ومناديه وسيس مزهزه وزاد اخضر. اسمع مني يا رب يحل عقدتك ويزهزه دنيتك ويسلك طريقك ويبلي ريقك. الناس القمر يبانوا من وشهم هو ابريق العسل بيشر خل والله بلص المش بينضح موال. مش ممكن مش رهيبة وهي هي جاي هي جمالات زايد دي كانت قمة الجمال قمة الروح. جمالات زايد ليها مشهدين ما كانوش بيبدلوا منهم المشهد ده الستات ما يعرفوش يكذبوا وليها مشهد آخر عريس مراتي عريس مراتي بتعمله غادة طلعت مع ريهام الشناوي بيعملوا زينات صدقي وجمالات زايد الخطبة رايحة زينات صدقي في البيت وبتقرا لها الفنجان تقول لها هتتجوز انت. الست دي كانت معجزه دي حقيقي معجزه كوميديه معجزه كوميديه. المشهد بتاعها كل ما بيتعمل الناس ما بتصدقش جمال هي معاها في المشهد شاديه واسماعيل ياسين هلا مرزوق عاملاه واحمد سعد ولي عاملين معاهم معاها شاديه واسماعيل ياسين لكن بريق حاجه بتضحك بس في النص هي جمالات زايد مع حمدي الاثنين مع بعض. انا في الاخر ببارك لحضرتك على العرض وكلمه اخيره لو هتقولها في العيد وبس انا بس عايزه اشكر حضرتك ان حضراتكم استقبلتوني النهارده انا وزمايلي من الكرو وكنت هتشرفنا لو كنت حضرتك جيت الاستوديو بس انا مبسوطه ان انا جيت اتفرجت على العرض انا مبسوطه ان انا وسطكم ومبسوطه ان انا نقلت للناس حاجه بسيطه عن عظمه وجمال ولذاذ وحلاوه العرض بمنتهى البساطه حلاوه العرض فبشكر حضرتك ان انا معاكم النهارده في مركز الابداع. مبسوطين جدا انك موجوده معانا. اشكرك يا استاذ خالد كل سنه وحضرتك طيب وبشكركم شكرا جزيلا. كلمه اخيره من حضرتك في العيد. يا رب يا رب يا رب يا رب نرجع تاني بالبهاء ده. انا متهيألي لو كل مره لو انت من شهرين ثلاثه اتفرجتي على الممر مثلا صحيح الفيلم ده قيمته زي الحاجات دي. لو عرفنا نجمع المبدعين بتوعنا دول يروحوا للفن ده لا دي نقله نوعيه في حياتنا. زي ما انا بقول في كل يوم كل يوم اطلع اقول للجمهور لو صلح الفن كل حاجه هتتصلح. هتبقى عندك فهم جيد للدين فهم جيد للتاريخ فهم جيد للسياسه فهم جيد لكل حاجه. فيا رب لانه دي نافذه مهمه. ولما بقول انا بفخر بمستقبل مصر بالولاد دول لانه انا عندي النهارده 67 واحد شايل رسالة وفاهم ان الفن ما هواش تسلية بس الفن بيودي الناس لمكان اجمل ومكان افضل وفهم اكبر. يا رب يا رب يا رب لان احنا طول عمرنا نستاهل ده واحنا اكبر من كل الحاجات. فنرجع تاني بالمعبد اللي وراك ده بكل النجوم اللي وراك. العرض هيرجع امتى بعد العيد؟ من يوم 18 هيرجع تاني يتعرض يوميا. هو طبعا احنا مكان مفتوح ده مكان تعليمي اكتر في وزاره الثقافه في صندوق التنميه الثقافيه والدكتوره ايناس جت شافته في الافتتاح وطبعا ناس كتير جت فهم العرض ده مستمر يعني من بعد العيد هيكمل بقى شويه. ما شاء الله. انا بس عايزه اشرح لحضراتكم ان الناس بتبقى في كل حته مفيش خرم ابره في الصاله بيبقى فاضي ما شاء الله ويعني ربنا يزيد. وانا بشكر حضرتك وكل سنه وحضراتكم بالف خير وبشكر حضرتك على استقبالنا. وطبعا اخيرا مشاهدينا الكرام كل سنه وحضراتكم بالف خير. سينما مصر عرض عظيم وجميل وحاجه تشرح وتفرح القلب.
كل سنة وحضراتكم بألف خير، وبشكر حضراتكم شكرا جزيلا على حسن المتابعة، إلى اللقاء.